شروان المطاس تمتنى يا حظك ويا بختك الأسود والعيل بكروم كروم صبي عيبي مثل عيب على هم وعشاق روم حروم الزرع زرعي وهود محسودة هد التعب من هيبتي وعودي بعد ما كان الزمن ملكي أنا غدر الزمان الوفاء بدروبنا بلد الدفا بقلوبنا وضاع الوفاء بدروبنا بلد الدفا بقلوبنا وفجأة نبتت بحقولنا ورد بخريفك يا عمر جيبولنا الشاي شوفي شو بكون دشيت ملبكين ربيعة يا أبو سطيف ربيعة شو بها ربيعة يمكن هربت شو لوين ما بعرف والأغا لهلا ما عرف شي طيب يعني انتو شو راح تسوي ما بعرف انت تصرف روح دور بالضيعة قلبها فوقاني تحتاني مهم شوف وينها لا يا أخاي بدك كان يسأل الناس يعني نخلي اللي ما دري يدرى يعني نعمل فضيحة لحالنا راح أشوف عمتها سلمى رحت لعندها أنا حكي معها غير شكل أخاي ولا يهمك على كل إن إذا سألك الأخ قل له راح مشوار روح أرجعها ايه دكتور صبية جديدة جاية من الضيعة خام حلوة؟ ايه حلوة بس عم بتقول انها بنت رسلان اغا شو؟ هيك عم بتقول بس بتعرف هدول دائما عم يكذبوا بنت رسلان اغا؟ سألتني ان كنت اعرف حدا باسم خالد حامد فقلت لها لا فسألتني عنك عم تحكي جد؟ ايه ليش لا امزح بيك مواضيع؟ طيب دير بالك عليها اوعى تزعجها بنوب وانا بكرة الصبح بمر وبحاكيها الله معك شو؟ كلبي شو صار؟ بعتت على المدينة ما سألت لوين؟ بلا لعند مخالد خالد الرقاصة؟ أم خالد الرقاصة؟ والله لا أخرب بيتك يا سلمى يخرب بيتك لعند أم خالد الرقاصة الله
عبد الله. أهلين أخ، تفضل. الله ماشي بالله. خير شو في؟ مش معي، عاوزك موضوع ضروري. شوف لي شوف، فسر لي هي شو معناتها. هاي تعليمي تاني يا ابو صياح. وها صباح الخير. فاق الاغا، وين القهوه يا بنات؟ وين؟ شو وين يا ربيعه؟ كثير عم تسال عنا يا اغا. زعلان عليها، بدي اعتذر منها. تعتذر منها؟ على شو؟ طلع خالد مو هو اللي سمم الخيل. قولي على قلبي عليك يا اغا، قولي على قلبي عليك. الله لا يسامحك يا ربيعة، الله لا يسامحك يا ربيعة. تعي يا ربيعة وشوفي الأغا شو بدها. تعي تعي شوفي يا ربيعة تنشوفي. تعي شوفي. أنت خايف عليها وبدك تعتذر منها وهي تركتنا وهربت لك. بطيعة. شو؟ ربيعة هربت وتركتنا؟ كولي شو القصة؟ في شو بابا ما بدك تفطري؟ خير بابا في شيء؟ احنا ليش اجينا لهون؟ طيب هاي الدكتور حسان، اول ما قلت له عليكي ترك شغله وجاي يطمن عنك. يا اهلين وسهلين، يا اهلين وسهلين. مو الانسه ربيعه؟ ايه. الأنسة شربت قهوة؟ لسه دكتور ما شربت. بتحبي تشربي القهوة هون ولا نفوت نفطر جوا؟ دخيلك يا دكتور، بتعرف شي عن خالد؟ مو هذا اللي بدنا نحكي فيه، تفضلي خلينا نروح لجوا. شفتوا شي؟ هلا ونحن عم نفطر نحكي، تفضلي تفضلي. شو
السلام عليكم. عليكم السلام. هميت ام خالد؟ شو قصتكم مع ام خالد؟ امبارح جت وحدة تسأل عنها وحضرتك جاي اليوم. وحدة؟ وحدة. طيب كيف شكلها؟ يعني قديش عمرها؟ يعني 24 25 سنة تقريبا. وهلا نحن نعمل إذاعة بحث، بس إذا بدك رأيي. بدي رأيك؟ نحن ليش جينا لهون؟ مروح على المستشفيات كمان، ما بتعرف؟ على المستشفيات. طيب نعم يا بيك، وبيشتغل طبيب بيطري وهلا هو عندها بالفندق. طيب بتتابعون؟ وبتخبرني وين استقرت؟ بدي المعلومات أول بأول، سامع؟ حاضر معلم، بأمرك. الشباب عم تابعوهن لحظة بلحظة. أبو عبدو، لا أستعبي لزبونات، لا شوف لي هزبونات. كرام عليك. عليك يا مسكينة، آسف للتعبير، بس معقول بنت بهالسن تعاني كل هالشي؟ ولا محمود آغا الشاعر الفاشل والعاشق الفاشل معقول كمان يطلع معه كل هالشي؟ المهم هلا خلينا هون، انت فيك توصلني لخالد وام خالد؟ والله انا رح دور عليهم بايدي ورجلي وإلا ما نلاقيهم، بس المهم هلا شو؟ يعني ما فينا نخليك بالأوتيل. ليش؟ ستي يعني هذا مكان مو مناسب لصبية مثلك وحيدة. طيب شو بدي أعمل؟ عم فكر سكنك مع أختي، بس كمان عم فكر شلون بدي أدمك إلها. عن إذنك شوي. لوين؟ رايح دق تليفون على البيت لشوف إذا موجودة ولا لا. لك لوين راحت؟ بس ما يكون لعند الرقاصة. شو بدها تقلا؟ ولك يا ريتها ماتت، يا ريتها ماتت، كنا ارتحنا من كل هالمشاكل يلي بدها تصير. امي صحيح لو ماتت بيكون احسن. شو؟ ما قبلت؟ لا ما لقيتها. طيب على كل ما في مشكلة، هلأ بعد ما مخلص فطور انت بتطلعي ترتاحي بالغرفة وانا بروح بشوفها وبرجع باخذك. ماشي تفضلي. ولا ما لي عارفة، اول مرة بتصير معنا هيك شغلة ببيت رسلان آغا. انا بصراحة ما عندي خبرة بهيك مواضيع. قدمنا شكوى بالمخفر. حلال عليك، في حال صار ما صار لازم الشرطة يكون عندها خبر. وما خلينا مستشفى ما سألنا فيه. وين بدها تكون راحت يعني؟ وين؟ بجوز مع أم خالد راحت برات البلد. شلون؟ يعني عندك تفسير تاني؟ لازم نخلي كل أهل الضيعة تدور، لازم يدوروا كلهم عليها، لازم نقلب الارض فوقاني تحتاني. شو بدنا نقول لاهل الضيعه يا مصطفى؟ شو بدنا نقول لهم؟ يا ستي خلص مشي الحال. لقيت خالد، يلا. شو هاد؟ انكسرت. فداكي. يلا اختي عم تستنانا. بس فيك تقولي لي منين جبتي هذا الزيت؟ هذا زيت الياسمين عطتني اياه عمتي. بتعرفي تعملي؟ علمتني. يلا والله أختي لتبوس إيديك لتسكني عندها، فاطمة بتموت بالياسمين. تفضلي.
معقول مريم تقول هيك حكي؟ ايه دادي، انا بديت احس بارتباط عجيب بهالمكان، يمكن بسبب حكيك عن الناس وعلاقتهم بالارض. لك يا حبيبتي قيمك من هالافكار الرومانسيه هي، هلا مو وقتها بنوب. ليش مو وقتها؟ شامم دادي؟ صار لي اكثر من ساعه عم شم هالريحه الحلوه، بس الحقيقه هلا قويت كثير. حلوه ريحه شو؟ ريحه الياسمين. من وين جاي؟ بعرف. يا ست ياسمين، الله يرحمك يا ست سلمى. هلأ هي اسمها سلمى ولا ياسمين؟ انتي شو شامة؟ ياسمين، اسمها ياسمين. شامي؟ أمي، شي بدوخ؟ أمي شامي ريحة الياسمين؟ هاي هبة ريحة عمتي سلمى. أنا طالعة بعدي. لوين؟ بدي أشوف منين كلها الياسمين. يعني أنا بدي أدفع حساب كل شي؟ أنا بدي واجه هالمصايب وحدي. لك عدو يا بنات عدو. مالي أدرانة يا أمي، الياسمين الياسمين. لك شبكون، مالكن عارفانين المصايب يلي وقعنا فيها. يا أمي وأنا كمان ماني أدرانة. ليش في مصايب بهالدنيا وفيها كلها الياسمين؟ وربيعة وهربة. صحيح أمي، بس والآخا يلي راكب سيارته مثل يلي راكب طريق الموت وما بتعرفوا أمتى بيظهر. لك يا مطيعة يا بديعة، لا تتركوني واجه هالمصايب وحدي. لك لا تتركوني، لا تتركوني. عاشت طاهرة وماتت طاهرة مثل الياسمين. مظلومة بيت رسلان آغا.
الله يرحمك يا سلمى. الله يرحمنا كلياتنا. شو ما بطلت هالعادة؟ الظاهر رجعتها عمتك. ما يخرب بيتها عم تخطط وهي بالقبر. اسمع يا ابو الصيف، هلا بتروح بتخرب العرس وبتفرق النسوان وبتكب الياسمين، سمعان؟ بدي الكل يتربى، بدي الكل يعرف انه الصوت الوحيد المسموع بهالضيعه هو صوت رسلان اغا، فهمت؟ حاجه بقى حاش، صبرت كتير. شي مو معقول مو معقول، آخر شي كنت أتخيله إني شوف نسوان الضيعة والياسمين ووحدة اسمها سلمى. خير شو في؟ نسيت آخذ الكاميرا معي، لو أخذتها كنت قدرت صور هالمشهد، شي بياخذ العقل. يا بابا ما صار شي، روحي هلا صوري. إيه أوكي، يلا قوم معي. لا، طلبت قهوة، نشرب القهوة بعدين. يا أهلين. أهلين. شرفتي. تفضلي، أهلا وسهلا فيكي. شكرا. شو رأيك بالبيت؟ حلو ما هيك؟ طبعا أنت مو ناقصك بيوت حلوة أكيد يعني، بس على قدنا. شو رأيك بهي البحرة؟ حلوة. أهلا وسهلا. بالإذن. معقول؟ معقول يا حسان فوت على بيتي أنا هيك شكلات؟ وطي صوتك. وليش بدي وطي صوتي ومن مين خايفة؟ بعدين إذا كانت خايفة على حالها، كيف بتجي على بيت غريب مع رجال غريب؟ وساكبة على حالها كل هالعطر وكأنها عم تقول شوفوني وشموني. يا فاطمة على مهلك. حسان، هلأ بتطالع من بيتها. يا عيني، ولا تسمع قصتها بالأول. شو؟ وإلى قصة كمان؟ إيه دادي، ذكرني بالكتب اللي كنا نقراها عن اليونان، تراجيديات سوفوكليس، ملاحم هوميروس، كل هدول. شو هاد؟ غريب. معقول؟
عمي الأسود؟ في حدا بهالخشونة؟ بسيطة بابا بسيطة. تادي أنا سألت عنها قالوا لي ست تقية قديسة حقيقية، ولما حرموها أهلا من الحياة تحولت لقديسة الياسمين. بسيطة بابا ولا يهمك، أنت ليه زعلانة هلا؟ لأنه القبر اللي حبت تموت فيه انحرمت منه. ولا يهمك، إن شاء الله بيرجع كل شيء مثل ما كان، ولا يهمك بسيطة. شلون؟ الناس الطيبين اللي عملوه ما راح يتركوه بهالبشاعة، أنا بعرف أهل دقتي. يلا بابا. لا الله يخليكي، مالي قدراني. بدك تاكلي يعني بدك تاكلي؟ قال من امبارح انت ما دقت شيء. اذا انا من امبارح ما دقت شيء خالد الله يعلم هلا شو بكون صاير فيني. يا اختي طولي بالك الله يرضى عليكي، الا الله ما يجمعكم مع بعضكم شي يوم. خلاص انا من بكره راح اقلب البلد عليه، الا ما نلاقي ما كان مدير مدرسه بلا. خلاص بكره بنزل على المديريه على الوزاره بصل الا لاقي. يا رب يا رب. عمتي سلمى لا، عمتي سلمى لا، قتلوها الكلاب، عملوها الكلاب. ما كان لازم خبره، بس اولته واخرته كان راح يعرف. دادي انا جعبالي اطلع اتمشى، بتروح معي؟ طيب بابا ماشي. طيب بس لغيرت يا ابي. ابو عبدو. نعم معلم. هدول خربوا عرس الياسمين. اي نعم معلم. بدي اياه من بكره الصبح يرجع مثل ما كان، مفهوم؟ على عيني معلم، تكرم. خود شو تنزل عالشام وبتقلبها عاليها واطيها. ليش؟ بتجيب ربيعة طيبة ميتة ما بيهمني، المهم ترجع لبيت رسلانافا. اختي انت مفكرة يعني البلد صغيرة؟ لك انا ليش اعطيتك 20 ليرة ذهب؟ ليش؟ دفاع برطل احكي مع الناس، المهم تجيب ربيعة، ومو بس ربيعة لا، بتجيب مع ام خالد اصل البلا واساس الفتنة، بتجيبها معك كمان لهم. يلا الله معك. تأمري محمود. حاجة بقى حاج، طولت بالي كتير. طيب يا جماعة أنا بستأذن، تصبحوا على خير. وأنت من أهله، الله معك أخي ميسرة. والله يا فاطمة أنا خجلانة منكم، يعني هيك الدكتور حسان يروح ينام بالمكتب مشان يتركني على راحتي بالبيت؟ لا تقلقي مشان القصة بنوم، أصلا حسان عامل قرنة لحاله بالمكتب وبينام فيها معظم الأيام، بقى اليوم ما تغير عليه شيء. ربيعة أنا بدي إياكي تعلميني طبخ الياسمين، صار لي عمري بحاله وأنا عم بستنى مين يجي ويعلمني طبخ الياسمين. إن شاء الله. شو؟ كأنك مالك متحمسة. والله يا فاطمة أنا همي كبير، يعني خالد ما بعرف شو صاير له، مرت عمي ما بعرف وين صفيت. كل مشكلة وإلى حل وبتنحل بوقتها، بس انتي لا تخلطي مشاكلك ببعضها، بكره بتكربج وانتي بتتعبي.
قليلي شو أول شي لازم نعمله؟ لازم بيع قنينة الزيت اللي معي. قالت لي عمتي إنه هي أغلى من الذهب. والله أغلى من الذهب. هي مالك منها. أنا بكرة بسعالك ببيعتها. طيب احكوا انتو، قولوا شو بدي اعمل؟ يمكن انا كبرت، ختيرت، ضعفت، والله ما بعرف. لك منين بدي سدها؟ منين؟ من محمود يلي نام برات البيت ورجعنا لايام مريم البيروتية؟ ولا من ربيعة يلي يا ريتها ماتت قبل ما تعمل هالعملة؟ مو كان اشرف لنا؟ هلا صار بدنا كنا نحكي يا اغاية، يعني هلا بدنا كنا نحكي وانت حكمتي علينا بالخرس اكثر من 30 سنه؟ يعني بدكم تنتقموا مني؟ لا لا، بس ايه خلص خلص، ما بدي منكم شيء، ما بدي منكم شيء. انا رايحه فايتي على غرفتي وسكر بابي على حالي واعمل مثل سلمى. سلمى الله لا يرحمك، الله يغمق لك. اخ انا عندي راي. لك احكي. ربيعه مرضانه كثير كثير. ايه وسافرت مشان يشوفوها دكاترة كبار كتير. ايه والله هالقصة بتصدق. طيب والاغا؟ الاغا يا امي يا امي جوزي وخلصينا بقى بيرتاح بيريح. لك يا ريت. بس من مين؟ من مين؟ من مريم بنت مرهش. لك مو هو طلبها وهن رفضوه؟ اما عشان خلينا نجرب ما بنخسر. دورة. لقد أعادوا بناء الضريح الست ياسمين، أليس هذا الاسم جميل؟ لقد تغير اسمها وربما يختفي ليحل محله الاسم الجديد الست ياسمين.
وين رايحة؟ باركني شوي. عندي معي، احكي لي شو ما عندك شي خاص تحكي لي اياه. بابا مو مطول، بس بدي روح صور بيت الست سلمى، لانه هدول الصور بدي بعتهم على امريكا لعند دورة، وبرجع بشرب معك القهوة. اوكي اوكي. عم بتصير حرب؟ حرب بين مين ومين؟ يا ريتني اعرف، بس اكيد اكيد في حرب. وشو هالحرب؟ بيت الست ياسمين بتمرق الصبح بتلاقيه اخضر وبيطير العقل وكله معبى ياسمين، وبتمرق بعد العصر كانه هيك ايد قاسية وشريرة ومرقت عليه ودمرت كل شي فيه. دادي قل لي مشان الله شو اللي عم بصير؟ الله اعلم. طيب شو ساوي؟ لا تساوي شي، الله يعينهم على عقلهم. دادي لا، هذا كل شيء طلع معك. طيب شو بدك يعني ساوي؟ طلب التحقيق، طلب الشرطة، لازم نعرف مين عم بيعمل هيك. اوكي اوكي، روح ارتاحي هلا، ونحن بنسأل وبنعرف شو اللي عم يصير. يلا الله معي. ولا أثر يا أخي، سوينا تعميم بالحدود يسألوا عنا وعن أم خالد إذا سافروا. ما حدا سافر برات البلد. ايه شوي قلبنا الدنيا فواني تحتاني، سألنا بالمستشفيات، نزلت على الشام ما في إلهم أثر. وبعدين شو يعني؟ صارت دخان وطارت بالهواء. اللي علينا سويناه، يعني ما في علينا غير نستنى. معقولة؟ معقولة إيدي قصروا لهالدرجة؟ معقولة بنت رسلان آغا تضيع وما حدا يقدر يلاقيها؟ وبعدين يا أبو سطيف، وبعدين أنت بتعرف قديش قد الفضيحة بتضيع. بكره بيقولوا بنت رسلان آغا شردت، ضاعت ضاعت. لا حول ولا قوة إلا بالله. أمي ما في غير مثل ما قالت مطيعة. شو قالت مطيعة؟ قال نقول إنه ضعفانة كتير وسافرت على الشام مشان تتعالج. يا الله يا الله، ما في أحلى من بيت العمة سلمى الله يرحمها. يعني الياسمين فيه جديد وتازة وكأنه محطوط من ساعة. تفضلي. شو؟ نرجع بصير خير. حضروا حالكم، من بكره الصبح لازم نطلع بكير. خلينا نشوف الدكاترة شو بيقولوا. ايه طمنوني الله يوفقكم. ان شاء الله ان شاء الله. سلامة ان شاء الله. معافاه. امشي يا ابو سطيف. معافاه عافاه ان شاء الله. امشي يا ابو سطيف. استنى 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 استنى. لا حول ولا قوة الا بالله. امشي يا ابو سطيف. وشك على البيت وما تخلي حدا يشوفك ولا يلمحك، وسنينا هني. حاضر. يلا انا نفطيك. خلاص مش ايه. يلا يلا مصطفى يلا.
ما وقعت. انت ها؟ امتى اجيت؟ اهلين ام بدران، صار لي شي نص ساعة. صار لك نص ساعة وقاعد عم تاكل وتارك معلمتك تسافر لحالها بالعرباية ومعها هالمسكينة؟ المسكينة؟ مين المسكينة؟ يو ربيعة بنت الأغا. ليش شو بها لحتى عم تقولي مسكينة؟ أخذوها على الحكيم بالمدينة. مسكينة قال حالتها تعبانة كتير. يا لطيفة على الشغلة، أنت شفتيها بعينك؟ لك إيه شفتها بالعيني، بس شو أمها مغطيتها، جيت بدي أقرب منها ما خلتني، قال خطر عليها. يا لطيف على هالشغلة، هالصبية الحلوة يصير معها هيك على مصيبة. يا ابني ما حدا حاطط على راسه خيمة. قولتك، بس بتعرفي لما ترجع من المدينة لازم نروح نشق عليها. صاير صاحب واجب بعدي. اي مو بنت معلمتي وتركها يعني. قولتك. وضريب اللي يقلع نيعك. اتركه. ايه بابا، ما صار لازم نسافر؟ دادي الله يخليك، خلينا نأجلها كم يوم. يعني في ضرورة للتأجيل؟ طبعا دادي، بدي أعرف شو نتيجة هالحرب. مصممة تسميها حرب؟ دادي هي أكيد حرب، حرب اللي بين بدهم يأذوا بيت الياسمين. دادي الله يسلمك. الله يسلمك. وين الست ربيعة؟ ماني شايفتها. والله بدها تقعد بالمستشفى كم يوم. سلامتها. دعيلها. الله يعافيها، الله يعافيها يا رب. يلا الله يعافيها يا رب. الله يعافينا يا ويرد لنا يا بالسلامة يا رب. قاعد مرتاح عامل تعسيل يا مو هيك؟ يا امي. اهلين ام بدران. اهلين. اخ شو بين رجعتك قريبه؟ ايه؟ على اساس كنت بدك تروحي تشقي على ربيعه. ايه معلمتك رجعت لحالها وربيعه تركتها بالمستشفى، قال حالتها خطره. ايوه لكان انا لو متوكل على الله بيكون لريش بيك عاوزني هلا. ايه هاتي ناولي لي جاكيت لني. الله معك. يلا خاطرك بدرا. الله معك. السلام ان شاء الله. هيك عم يقولوا قال. بسيطة. روح انت وخلي عيونك وأدنيك مفتحين. على راسي من فوق يا معلمي. لكن مريضة. ايه؟ الله يشفيها. الغضب يشعل غضب وسقونا من كاس الأسى وهتك.